أهلا بكم، كما تشاهدون أقف الآن على سجادة الأوسكار الحمراء التي لا تزال مغلفة بانتظار انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد ساعات قليلة من الآن. رح أخذكم اليوم بجولة عبر الأرقام لنتعرف من خلالها ما الذي يجعل حفل الأوسكار الأكثر تميزا عاما تلو الآخر. وليس مفاجأة أن يكلف الحفل 44 مليون دولار. السجادة الحمراء اللي راح يمشي عليها النجوم طولها 16500 قدم مربع وكلفت 24 ألف دولار تقريبا. أما سعر التمثال الذهبي الواحد للأوسكار فهو 400 دولار، ما يعني أن قيمة التمثال معنوية وليست مادية. إطالات نجوم الصف الأول مكلفة جدا وقد تصل إلى 10 ملايين دولار، وهذا الرقم يعتبر متوسطا إذا ما قارناه بإطالة كيت بلانشيت العام 2014 واللي كلفت أكثر من 18 مليونا وهي الأغلى في تاريخ الأوسكار. الأوسكار في دورته 92 لن يقل فخامة عن السنوات السابقة، وربما يحاول القيمون أن يضاعفوا مجهودهم ليرفعوا نسبة المشاهدة اللي انخفضت في السنوات الماضية، مع العلم ارتفعت 12% العام الماضي ووصلت إلى 30 مليون شخص حول العالم. رافي بوسيان، العربية، هوليوود. ولنستعيد أبرز الترشيحات اللي ينضم إلينا من القاهرة الناقد الفني في صحيفة الأهرام أحمد سعد الدين. أستاذ أحمد صباح الخير. صباح الفل. يعني يا بلاش 44 مليون دولار حفل أو تكلفة وكلفة هذا الحفل، أبرز الترشيحات هل اليوم أو هذا العام جاء كما يعني يتوقع النقاد بمستوى كبير للأفلام المشاركة أو حتى الفنانين الذين سيفوزون بجائزة أفضل ممثل؟ هو الحقيقة لو بنتكلم على الـ 44 مليون هو طبعا تكلفة كبيرة، ولكن المردود بنضرب فيه أرقام أخرى، يعني ممكن يبقى 4 مليار أو أكتر. بالنسبة للترشيحات السنة دي الحقيقة في ترشيحات كتير جدا لدرجة أن ممكن يحصل مفاجآت. يعني على مستوى الأفلام أحسن فيلم هلاقي أن عندي حوالي 7-8 أفلام مصنوعين بشكل جيد جدا، لكن الأقرب لأفضل فيلم أو لجائزة أفضل فيلم هو فيلم 1917. ليه أنا بقول الأقرب؟ لأن صناعة هذا الفيلم وكأنه معمول وان شوت، صحيح، في صعوبة غير طبيعية في هذا الفيلم، وفي لغة سينمائية عالية جدا جدا، وفي كمان ترشيحات حصلت وجوائز من الجولدن جلوب والبافتا وغيره وغيره بترشح هذا الفيلم ان هو يكون موجود في الصدارة، برغم وجود عندنا ايريش مان، عندنا افلام اخرى جيدة، لكن هذا الفيلم هو الاقرب لجائزة افضل فيلم. طيب فيلم الجوكر يعني هو مرشح للفوز ب 11 جائزة تقريبا، ازاي بتشوف الفيلم ده وازاي متوقع بالنسبة له خلال حفل الأوسكار؟ هيفوز فعلا ب 11 جائزة او بايه هيكون؟ هو الترشيح ل 11 جائزة لا يعني الفوز بال 11. ايه هو المتوقع ليه؟ ولكن لو الجوكر لو جيت اشوف فيلم الجوكر هلاقي ان هو فعلا مرشح ل 11 جايزة، لكن في نفس الوقت هو اقرب الى جايزتين، جايزة افضل ممثل لخواكين فينيكس، وهذا الممثل قدر ان هو يعمل مجهود غير طبيعي، رقم واحد هو على مستوى الشكل انقص من وزنه ما يقرب من 23 كيلو عشان يقوم بهذه الشخصية، رقم اثنين الشخصية نفسها فيها بعد نفسي كبير جدا، قدر ان هو يمتلكها بشكل كبير ببراعة شديدة أداها، فأعتقد ان هو الأقرب إلى ان هو يفوز بجائزة أحسن ممثل. على الجانب الآخر الموسيقى في هذا الفيلم قوية جدا وجميلة جدا،
وفازت كمان في الجولدن جلوب والبافتا، فاعتقد ان هو الجايزتين دول هتبقى من نصيب الجوكر. باقي الجوائز ممكن يؤخذ ويرد فيها يعني. انا استاذ احمد عندنا دقيقتين، ولكن عاوز اعرف بانه فيلم تتوقع لان يحقق مفاجآت كما يقال ياتي من بعيد. والله هو في فيلم ممكن ان هو ينافس بقوه وممكن ان هو يتم ابعاده عن الطريق، وهو فيلم باراسايت، الفيلم الكوري الجنوبي. هذا الفيلم جيد جدا، ولكن اعتقد وده قناعه شخصيه ان هم هيبعدوا هذا الفيلم ان يدوا له جائزه افضل فيلم غير ناطق باللغه الانجليزيه. ليه؟ بحيث ان هو لو كان موجود في الترشيح ممكن يرشح لجائزة أحسن فيلم في الأوسكار، لكن أعتقد أن هم هيشيلوه أن هو يفوز بأحسن فيلم أجنبي. طيب هل هناك حظوظ للسينما العربية هذا العام في الأوسكار أم لا؟ السنة دي في حضور، ولكن حضور في جانب السينما الوثائقية. في فيلم سوري اسمه فور سما أو من أجل سما، أعتقد أن الفيلم ده هيبقى له حظ كبير جدا واحتمال أن هو ياخد أحد الجوائز، وده شيء جيد للسينما العربية. طيب ماذا عن بقية الترشيحات أو بقية التوقعات؟ يعني هل نستطيع أن نضع بورصة لهذه الأفلام؟ يعني لو جيت في باقي الترشيحات لأن عندي أحسن ممثلة أعتقد الفنانة ريني زويلجر اللي هي قامت ببطولة فيلم جودي، فده برضو من الأعمال الجيدة جدا، ودي مرشحة بقوة لجائزة أحسن ممثلة. جائزة أحسن ممثل مساعد هنا في منافسة غير طبيعية. أنا عندي براد بيت، عندي الباتشينو، عندي ناس كتير جدا جدا، ولكن براد بيت هو الأقرب لهذه الجائزة طبعا حتى الآن. يعني أنا ما أقدرش أقول لا، لكن عندي حاجات كتير. المفاجأة قد تحدث خلال الساعات القليلة القادمة إن أفضل ممثلة مساعدة تكون من صاحبة البشرة السمراء، لأن في جائزة البافتا كله انتقد إن كلهم أصحاب البشرة البيضاء، فأعتقد إنه ممكن يحصل توازن، والساعات القليلة القادمة هي اللي هتعرفنا المفاجأة دي. يعني راح يستمر الجدال في هذا الأوسكار؟ بالتأكيد طبعا لازم يستمر. طيب لم يتبقى إلى القليل، يعني خلاص ساعات تفصلنا، بس آخر سؤال، يمكن المخرج المتوقع بالفوز بجائزة الأوسكار من هو؟ في دلوقتي احنا عندنا مجموعة مخرجين زي مارتن سكورسيزي زي كوانتين تارانتينو، ودول الأقرب. مش هيخرجوا خليل وفاض، لكن الأقرب سام مانديز اللي هو مخرج 1917. طيب هنشوف. شكرا جزيلا لك الناقد الفني من القاهرة في صحيفة الأهرام. شكرا أحمد سعد الدين. هنشوف التوقعات هتصيب ولا تخيب غدا إن شاء الله. نتمنى